نموذج المحرك الكهربائي، هذا النموذج موجود في موقع ماكلاب. بالنسبة للمحرك الكهربائي، طبعا مبدأ العمل هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية أو طاقة ميكانيكية. مما يتكون المحرك؟ وعندي مصدر تيار مستمر، وهنا عندي فرشاتان من الكربون متصلتان طبعا بالمبدلة أو بحلقة مقسومة إلى نصفين، ولدي هنا طبعا الملف، والملف موجود في مجال مغناطيسي. طبعا هذا هو المغناطيس. طريقة العمل، طبعا عندما يمر التيار الكهربائي هنا في الأسلاك من طبعا عبر الفرشاة وبعد ذلك المبدلة، فسيمر تيار كهربائي في هذا الملف. هذا التيار الكهربائي طبعا كما تشاهدون في اتجاهين متعاكسين. التيار الكهربائي المار في هذا الضلع وفي هذا الضلع سيولد قوتين مغناطيسيتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه، وخط عملهما ليس على استقامة واحدة. هاتين القوتين هما اللتان ستعملان على تدوير الملف. نشاهد طبعا هنا الملف يدور باتجاه عقارب الساعة، وطبعا اتجاه الدوران يعتمد على طريقة التوصيل بالبطارية. فلو قلبنا طبعا قطبي البطارية أو عكسنا قطبي البطارية، نشاهد أن دوران الملف سوف طبعا يكون عكس عقارب الساعة. هذا المؤشر طبعا يقوم بزيادة سرعة الملف ويقلل من سرعة دوران الملف.